هلا هلا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. اشتقتوا لي ما هيك؟ بيني تعبانه شوي، رحت اخذت الدوز الثاني من طعم الكوفيد، بس هيك شوي تعبانه انا اجمالا. طمنوني عنكم، ان شاء الله تمام، نحن بخير. خلصت من الطعم وجبت الاولاد شوي هلا على مول فتح جديد عنا اسمه الزاهية. شو ماما؟ They have movies. Yeah, movies. وكمان they have kids. صح؟ ورجعنا عم نعمل شوبينج. شوف شو بدنا نشوف. شو في؟ هيك نغير جو هلا لأنه بلش عنا الشوب، ما رح تلاقونا إلا بس الكلوز أريا. يعني يا بالمولات يا بالكافيهات يا بالريستورانت، بس تسكر علينا هلا. والبحر يعني اكيد. كان ماشي بالمول لإلها، ماشي على راحتها تتجول. هلا رح فوت انا على محل هيك كوري، رح صور لكم شو فيه اشياء حلوه عن جد بيعجبني انا، واسعاره حلوه رخيص. رح صور لكم اياه وبس اطلع كمان. حبيت اعمل لكم جولة هيك سريعة، شوفوا شو في هذا المحل. هذا المول الزاهية فتح جديد عنا، رحت اخذت فاكسين وزينة. مامي look I told you هيدا. Yeah you can sit. حتى انا كنت لفيت على راحتي. حلو انه مرتبين الاشياء بطريقة حلوة حلوة، كل شغلة بطرحها يعني بتحسوها اكثر شيء غرفة بنات بس كبيرة. انا بحب السرطان كثير. كمان في عندهم سكشن خاص بال سكين كير. هون هودي ماسكات، هيدا بارتيب، هيدا الالترا ماسترايزنج روز ماسك، هيدا ماسك الورد يعني مرطب، للحالات السوداء لتحت، هودي لتحت العيون، ستيل جيل يعني من الجيل تعول للحلزون، كتير درج اخر فترة انه مفيد. وهيك في اشياء كتير صراحة. هون هيدا السكشن كله خاصص فيه مختص فيه. هيدا تونر حلو، انا محتاجة تونر، رح شوف اذا انا محتاجه تونر، رح شوف اذا ما في في كحول باخده. هلا بسال. هيدا كمان تونر، هيدا كريم، هيدا كريم، وهيدا الالوفيرا. هيدا كل شيء خاصه بالالوفيرا.
عنا الأشياء الخاصة بالمساج. هيدا سكراب بابي لوشن، محل بتفوتوا عليه عن جد بتحتاروا شو بدكم تاخدوا. حتى الترتيب حلو، لا غير هيك هو كتير مرتب وستاف طول الوقت عم ينظفوا، يعني هلا اوريدي عم ينظفوا تمسيح وتنظيف. بناتي بعدهم عم يلعبوا. شوف قعد هون كثير صغير مامي، صغير اوكي. ولسي بابا هاي تنين سكوجي بصراحة أخذت تاني قطعين وجينا لما نعمل شوبينج شوي. تومي I'm making this is the train of the driver. So I'll just do like this and I need the scoop to go here and drive. Okay. Now let's go now because I need to go another place. Wait. First I need to place. Yeah, now we have to go. Okay. Okay. You finish shopping? إيتانا we have to go. إيتانا بسرعة توقعي ماما. يلا let's go يلا كم ما بقدر القرار ما بندعو عندهم كنت أخذت لهم لأنه عندي بدي غير لهم غرفة نومون. أنا برمضان غيرت صالون وغيرت سفرة بس ما صورت لكم. إيتانا sleep with us. Yeah. هلا منغير لكم بيت، نجيب لكم بيت تاني. بام بيت. ها. فبدي اجيب لهم هيك قعدات هيك صغيرة حلوة، صوفا أو شيء. حبيت الكراسي صراحة. خلصنا من المحل وجينا بدنا نشوف شو بدنا ناكل. بس صراحة بعده مسكر كل شيء. فود كورت كله افتتاح قريبا بابا جون. واخيرا لقينا شيء حبوه الاولاد، الماكدونالدز. وفي البابا جونز للبيتزا. بس قاعدة فود كورت عن جد محترمة، تحس حالك بمطعم مش بالفود كورت. حلوة صراحة، تشتغلين عليه حلو. وين بدكم تقعدوا مامي؟ اوه في تشيكينج كمان، تعي نشوف تشيكينج. باخد انا تشيكينج وانتو خدوا بيتزا. تمام جوانا ستير، بس تعي ناخد اول شيء بعدين نجي ناخد. لك القعدات ما احلى هون. لاحظت قلنا انه شو بلشنا الضيط وما بعرف شو جينا خربنا الضيط. طلبنا الوجبه كلها فيها بيتزا فيها شو ما بدكم. هيك انا ما طبخت اليوم، باخدها معي. اخذت الديك اواي بس البيتزا بياكلوها هون. يا بليز I have my baby chair, please. Where's the baby chair? Thank you, mommy, for helping. Oh. Because it's a new place. We don't know where's the baby chair, صح? Right? Mm.
Not ready yet. I can sing. Wow, mommy, you bring pepperoni pizza? Yeah. My favorite. وجبت لك coleslaw also. The salad? Yeah. هيدا؟ اه. وذا فرايز؟ I see fries. يلا قولي هلو. 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 قولي هلو. رجعنا وبعده الأكل ما جهز. بدك ننا؟ بدك فرايز؟ بدنا فرايز. ننا نايس. الله أكبر. الله أكبر. هيك بقضي نهاري مع الأولاد. مع قطافيل. لبستك. كلنا حطينا لبستك. هلا لا خلص الاكل بنات شو ماما هيلب يو ماما 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 بيتزا صح ماما يام يام يلا بون ابيتي بون ابيتي بون ابيتي آخر شيء ختمناها بالقهوة صحصح بعد الأكل عن جد أنا ما بعرف ليه عندي المشكلة بس حالي بدي نام على طول ما بعرف إذا الكل مثلي أنا عندي مشكلة بس آكل وحس حالي خلص عيوني تبلع وبدي نام هيك شي ربع ساعة لهيك بشرب كتير قهوة بعد الأكل صراحة بقول يلا بلكي بصحصح فبس باكل بحس حالي خلص لازم التخت نام شوي اللي بيحضرني بالليل خلص دغري بعد الفيديو رح ينام هلا رح نشرب قهوتنا ونتسهل على البيت نشوف شو ورانا نخلصه وبهيك بكون انا خلصت الفيديو لحتى اشوفكم فيديو جديد ما تنسوني باللايك والسبسكرايب والشير وبحبكم كتير وبشتاقلكم كتير ويلا سيو فيديو جديد باي 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 make a good like for mommy like and subscribe. 8 مليون ما عرفت تبوسكم يلا بعدين نبعث لهم البوسات يلا باي باي.